وهذا الأمر يحتاج إلى أن الإنسان يترك الانكباب الزائد على الدنيا. لا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن ليس معنى أنك تنكب على الدنيا، ليس المعنى أن تنكب على الدنيا، فلن تأخذ من الدنيا قوتك وحاجتك وما تحتاجه، ثم ما بقي من هذا الوقت تصرفه في طاعة الله، في النشر، في التعلم، في التعليم. أما الانكباب على الدنيا ومتابعة ملهياتها وزخرفها وألعابها ومطاعمها وملابسها وأسواقها وآخر أخبارها وآخر جدالها وآخر صيحاتها وموضاتها إلى آخره، فمن انغمس في هذا الأمر لن يجد وقتا لا لأن يعلم نفسه ولا أن ينصحها ولا أن يهذبها ولا أن يزكيها ولا شيء. بالإضافة إلى أن هناك أوعية اجتماعية من الممكن ملؤها بالإيمان بالنصح، يعني مثلا كثير من جلساتنا، من أعراسنا، من اجتماعاتنا، تجد الناس متفرقين في كلامهم، وتجد أكثر ما يخاض فيه أمور، يعني قد يكون نصف المجلس يذهب في الحديث عن مباراة أو عن أخبار أو مجريات مالية، ارتفع السعر، نزل السعر، إلى غير ذلك، أو أشياء لا تهم كثير من الناس. فمن المستحسن في مثل هذه المجالس أن الإنسان يغتنم هذه الفرصة، لأن يذكر الناس فيها بالله سبحانه وتعالى، أن يدفع عنهم شبهة، أن كان هناك شبهة رائجة في ذلك الوقت أو في تلك الجلسة يزيلها، ويبين مقصد الشرع والدليل على ذلك من غير مراء. هو يذكر، حتى بعض الناس يقول إذن سوف تتحول مجلسنا إلى محاضرات دينية. لا، ليس هذا المقصد، أن يعرض الحق بوضوح والخير أو الدليل، أو يبين ذلك بوضوح وبدليل، ويزيل الشبهة بكل اختصار وإيجاز، من غير دخول في مجادلات طويلة لا طائرة تحتها. إذن يكون الإنسان، يكون دين الله عنده هو الأصل لا هامشا في كل أمره. نقطة أخيرة أذكر فيها، يعني هي كانت في الحقيقة متعلقة بشيء سبق، وهو أن الإنسان يتعلم من النقاط التي ذكرناها في البداية. أقول يعني لأهل العقول المتميزة، من وهب الله هذا التميز، هذا العقل، هذا العقل هو، وهذه المدارك المتميزة عندك هي نعمة من الله، لها أجل مسمى سوف تنتهي فيه. يعني مثل الإنسان عنده مال، إن لم يستعمله سوف يذهب ماله، إن لم يستعمله في الخير، في الطاعة، في الصدقات، في التزكيات، في الأوقاف. الإنسان عنده جاه بين الناس، إن لم يستعمله في الخير وفي الطاعة وحبس جاهه سوف يذهب جاهه. بالعكس، أن الإنسان مع استعمال النعمة تزداد النعمة ويكثر مادحوها والداعون لها. من كان عنده قوة في الجسد ونشاط، إن لم يستعمله في طاعة الله، في الصيام، في مساعدة الناس، في نصرة دين الله، في الدفاع عن الدين، في الجهاد، في غير ذلك، يأتي اليوم تذهب صحته وطاقته، ويصبح ضعيفا. فكذلك العقل، كذلك العلم، إن لم تستعمل ما وهبك الله من مدارك عقلية وموهبة ذهنية في زمن الشباب، فسوف يأتي اليوم الذي تذهب عليك خلاص، يعني الذاكرة قوية تصبح ضعيفة، تذهب مثل ما تذهب صحة الإنسان مع الأيام، مثل ما تذهب مال الإنسان مع الأيام، مثل ما يذهب جهل الإنسان مع الأيام، سوف يذهب تميزه العقلي. آخر نقطة أذكرها هي أن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. يعني أنا ذكرت في إحدى النقاط السابقة أن الإنسان كيف، يعني غير متخصص، الآن أتكلم على غير متخصص، كيف يبدأ؟
فقلت أنه يأخذ مثلا سنة أو ستة أشهر إصلاحه لنفسه، تزكية، صيام، قراءة القرآن، الأجزاء، يعني يحيي طاعاته التي تركها، صيام النوافل إلى آخره. ثم بعد ذلك يبدأ يعلم نفسه، يعلم إخوانه، يعلم أبنائه، أصحابه، من حوله. ثم بعد ذلك إذا حصل حصيلة طيبة من العلم يبدأ على نطاق أوسع، قد يخرج في الشاشات، قد يخرج في مواقع التواصل الاجتماعي، يصطنع له حسابا إلى غير ذلك. بعد 15 سنوات تصبح عنده حصيلة هائلة كبيرة. التعلم يأتي شيئا فشيئا، والإنسان يعلم ويتعلم. كل ما تعلمته علمه من هو أجهل منك، من هو أقل منك. وحتى أقرب هذه المسألة، يعني مثلا لو قلنا مثلا يعني إخواني الشباب في المرحلة الثانوية، في المرحلة الجامعة، في المرحلة المتوسطة وما بعدها أيضا، لو تعلمت في اليوم الواحد معلومة واحدة فقط وثبتتها، معنى كلمة في القرآن، تعرفت على حديث، على حكم فقهي، على حكم عقدي، على مقصد شرعي، تعرفت على دليل في أي باب من الأبواب، لو أخذت معلومة واحدة فقط في اليوم تستفيدها أو تؤكد معلومة أو توضح غامضا عندك أو تكشف عويصا عندك إلى آخره، بعد سنوات سوف تكون عالما أو طالب علم متمكن. يعني الآن مثلا قلنا إن الإنسان يعني الآن 10 سنوات فيها 3600 يوم، تخيل أو تأمل أن كل يوم تحصل فيه فائدة جديدة عليك، سوف يكون معلومة، سوف يكون عندك بعد 10 سنوات 3600 معلومة. هذه كافية للتعليم، سوف تعرف كثير من الأحكام، من معاني الآيات، من القصة القرآنية، من أمور التزكية، من الفوائد، من المنافع. طيب بعد 20 سنة سوف يكون عندك 7000، بعد 30 سنة سوف يكون عندك 10000، 10000 معلومة دينية. هذه كافية لأن تعلم الناس الخير. يعني يذكر في يعني بعض اللغات أن يعني باب الفائدة، يعني يقولون في اللغات مثلا الإنجليزية أو غيرها، اللغات لو حفظت 300 أو 400 أو 500 كلمة خلاص تصبح يعني تصبح في الكلام تدبر أمورك. لو سافرت 500 كلمة ومع الأيام تزداد حصيلتك اللغوية. فمن حصل مثلا 1000 2000 أو 3000 معلومة دينية شرعية في جميع الأبواب، التفسير، الوعظ، الإيمان، الفقه، أصول الفقه، الحديث، هذه كافية لأن يبث العلم. بل الآن يجب عليه بث العلم ونشره وتعليمه لمن هو أقل منه. ومن الناس يعني من حجب الشيطان على النفس أنه يعني يهمك أن كما ذكرت سابقا أن المطلوب منك إذا تعلمت مثلا تنصر الدين ترد على شبهة إلحادية عويصة. لا، علم الوعظ، علم الإيمان إخوانك الصغار، علموا أصحابك شيئا فشيئا. لماذا نحن دائما نذهب في نصرة الإسلام إلى أصعب الطرق وإلى أعلى الأشياء التي لا يتقنها إلا المتمرسون الراسخون في العلم؟ نصرة الدين تكون بأشياء أنت ربما ما تعتبر من نصرة الدين من جهلك أو من قلة علمك. يعني التربية والنصيحة والصدقة وحسن المعشر والمحافظة على الطاعات والعبادات ودعوة الناس إليها ومثلا إجابة سائل عن حكم فقهي أو البحث لسائل عن مثلا ما حكم هذا وكذا وتبحث له، هذا كله من نصرة الدين. فلماذا دائما نقول نصرة الدين يظنون مثلا أمور صعبة مثلا تأليف كتاب ضخم أو الرد على الدخول في مناظرات فكرية صعبة جدا أو أمور أو يحتاج إلى مال حتى أبني مسجدا أو مدرسة أو سكن أيتام أو كذا أو كذا. لا، كل بقدره، هذه من نصرة الدين، وكل شيء بقدره، كل إنسان بطاقته. فاتقوا الله ما استطعتم. فتأمل لو أن إنسانا أخذ عمره 20 سنة أخذ كل يوم معلومة، طبعا هو في اليوم يأخذ أكثر معلومة وفي معلومات معروفة عنده هي باب التأكيد، لكن لو ازداد كل يوم معلومة واحدة بعد
40 سنة يكون عنده 15,000 معلومة، بعد 50 سنة يكون عنده 18,000 معلومة، 18,000 معلومة، يكون من العلماء الكبار. فهو كما قلنا هو القليل الدائم، القليل الدائم، الاستمرارية. يعني هذا ما أحببت يعني بيانه لإخوان الشباب والشابات في حثهم على نصرة الإسلام، وأخص بذلك غير المختصين في الدراسات الإسلامية. فليست النصرة مقتصرة على من دخل كلية الشريعة، بل هي على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. وتبليغ الدين له طرق كثيرة، ليست فقط بالفتوى، الفتوى لها أهلها ولها علماؤها، لكن التزكية والتربية والنصح والتبليغ والتعريف للناس بالدين، كل ذلك كل إنسان مكلف بهذا الأمر ومسؤول عنه. يعني عملك هذا، نصرتك لدين الله في حد إلى حد ما ليس منة منك أو تطوع منك، بل هو واجب عليك، يسألك الله عنه. يعني يسأل الله الأب عن أبنائه، والزوجة عن بيتها، والصاحب عن صاحبه، لماذا لم تنصحه، لماذا تركته، ومن غش رعيته حرمت عليه الجنة، من مات وهو غاش لرعيته. فحتى تسلم من هذه المآثم لابد من أن تعلم الناس ما علمت، حتى لو كنت قلنا قليل البضاعة في العلم الذي تعلم، لو تحفظهم الفاتحة، لو تراجع معهم الفاتحة، لو تعطيهم قصار السور مثلا الصغار عندك، لو تعطيهم شيئا من سيرة النبي عليه السلام، لو تشرح لهم بعض كلمات القرآن، بعض آداب الإسلام، بعض مكارمه، محاسنه، هذه نصرة للدين. أذكر ملخصا سريعا عن ما سبق بسبب ما طال علينا من الوقت. أقول تحدثنا في هذا الملخص الآن عن رسالة إلى المتميزين من الشباب المسلمين، أهل العقول الراجحة والأذهان الحادة، الذين آتاهم الله تلك المدارك العقلية الواسعة وحسن التصور وتحليل المركبات وتركيب المفردات واستيعاب عويص القضايا، قوة الذاكرة وحسن الاستحضار. هذه المدارك العقلية، هذه نعمة عظيمة من الله، لابد أن يستثمروها ويستعينوا بها في نصرة دين الله سبحانه وتعالى، ولا يتعذروا بعذر بسبب أنها تخصصهم غير شرعي أو غير ذلك. فنصرة دين الله على كل مسلم، وأن يستحضر أنه كان صغيرا مكفيا من أناس آخرين، ثم الآن كبر وأصبح أهلا للمسؤولية وتحمل الأمانة، فليتحملها ولا يفرط فيها ولا يضيعها. الأمر الثاني أن المرأة حيث يضع نفسه، فإن وضعها في نصرة الدين الله عظم وكبر، وإن وضعها في أمور صغيرة تافهة صغرة بحجمها. الأمر الثالث أن نعمة الله العظيمة لابد أن تقابل بالشكر، هذه نعمة العقل واللب. وأعظم شكر الله أن تستعمل في طاعة الله، ولا أعظم من الدعوة إلى دين الله والدفاع عنه وتبليغه للناس. الأمر الآخر من أسباب هذه يعني النصرة لدين الله على المتميزين من الشباب والشابات، أن ثور الإسلام في هذا الزمن تعقدت حاجتها، وما عاد أي إنسان يستطيع أن يسد مسدها، ولا أن يرد الشبهات الجدلية المراوغة ذات الزخرف اللفظي في هذا الزمن. فنحتاج إلى أهل العقول المتميزة الراسخة، الذين يحسنون فهم الشبهة ثم يحسنون ردها وبيان عوارها وخطائها. أيضا ذكرت أن الإنسان كيف يبدأ في ذلك، أنه يصلح نفسه أولا، ثم يصلح من حوله تزكية وتربية ونصحا وتذكيرا وعبادة وطاعة، ثم يتوسع شيئا فشيئا ويستفيد من التقنية وسائل التواصل الحديثة، يستفيد منها في الخير. فإنه بعد 10 سنوات إن شاء الله أو 15 سنة سوف يكون قد وصل إلى أثر ملموس في من حوله. كيف يطلب العلم؟ يطلب العلم من خلال الحضور إلى مجالس العلم، من خلال التسجيل في الدورة العلمية، من خلال الدخول في البرامج العلمية عن بعد أو عن قرب، إلى وهي منتشرة في هذا الزمن انتشارا كبيرا.
هذه النعمة، نعمة العقل واللب التي وهبها الله لمن شاء من عباده، هي نعمة لن تستمر كثيرا، لها زمن إقبال وخصوبة وحرارة وحركة، بعد ذلك سوف تدبر وسوف تجف خصوبتها وسوف تفتر حركتها وسوف تبرد نارها وحرارتها. فمن لم يستغلها وكما يقال في يتداركها قبل أن تطير الطيور بأرزاقها، سوف تذهب عليها هذه النعمة وتجمد ويتحسر عليها ويغبن عليها. ماذا يستفيد الإنسان لو قام بهذا الأمر؟ سوف يستفيد فوائد عظام ومنافع كبار، أولها نيل رضا الله سبحانه وتعالى، هذه المنافع والفوائد الأولى أن ينال رضا الله سبحانه وتعالى وكفى بها من فائدة. الأمر الثاني أنه يزداد فهما وعمقا في دين الله وتفقها ومعرفة. الأمر الثالث أن يحصل على الشهرة والتمييز في جانب يستحق ذلك، والشهرة هي بحد ذاتها لا تطلب، لكن إن جاءت تبعا فلا بأس، فإنها من عاجل بشرى المؤمن. الأمر الرابع المكاسب، قد يحصل على مكاسب مادية أو منصب بسبب عمله، وهذا أيضا كما قلنا لا يعارض الإخلاص ما لم يكن هو الأصل، فإن وقع تبعا فهذه من عاجل بشرى المؤمن، ويكون له باب من الرزق. فإن الإنسان قد مثلا يؤلف كتابا أو ينشئ دورات معينة بمال، وهذه الدورات تعلم الناس ويحصل منها على رزق فيعينه على مواصلة العلم. الأمر السادس أو الخامس تفعيل المدارك العقلية حتى لا تضمر، فما وهبك الله من عقل ومدارك عقلية إن لم تعمل بها وتستثمرها سوف تضمر وتذبل. الأمر السادس أنه يسر لك تربية الأبناء، لأنك قد اكتسبت خبرة في الدعوة والنصح والإرشاد، وعرفت مشاكل الأبناء ومشاكل الإخوان إذا وصلوا للمراهقة أو ما بعدها، فأن تبادرها قبل أن تقع. الأمر السابع اكتساب رفقة صالحة من خلال هذا العمل، سوف يعني تتعرف عليهم خلال مشوارك. الفائدة الثامنة أنك تترك أثر صالح بين الناس يرضي النفس وتقر به العين حتى لا تتحسف أن عمرها ذهب سدى. الأمر التاسع هو العون والسداد من الله سبحانه وتعالى أولا، ثم الدعوات الصالحة والثناء من الناس وما إلى ذلك من تيسير الصعاب وتسهيل العسير. الأمر العاشر أن في طلب العلم وتعليمه للناس من الرحمة والمتعة والفرح والأنس والتوفيق والرضا والطمأنينة وعدم التحسر وشغل الوقت بالنافع، لأن الإنسان لم يشغل نفسه بالخير شغلته بالشر، والإنسان إذا بقي فارغا سوف يكون محلا للهموم والغموم والحزن، يتذكر يتحسر على ما فات ويتخوف مما يأتي. فانشغالك في العلم يقيك من هذه الهموم والأحزان ويجعلك ترى أثرا حقيقيا عندما يتعلم يجاهل، عندما تساعد محتاجا، هذا يرجع إليك بنشاط ونشوة ووقود معنوي وتجدد في حياتك وفي روحك. الأمر الحادي عشر وهو أن من قام بهذا العمل قعد مقعد النبوة الذي هو تعليم الكتاب والحكمة وتزكية الناس وتلاوة الآيات، وهي مهمة الأنبياء، وأكرم بها من وظيفة ومن عمل يتشرف الإنسان بتقليده والسير على خطاهم وآثارهم. ثم آخر نقطة ذكرناها أن القليل الدائم خير من كثير المنقطع، فلو أن إنسان حصل في اليوم معلومة واحدة، أي معلومة في أي جوانب، وعلمها شخصا، عرفت معلومة وعلمتها شخصا، فإنك بعد 50 سنة تكون على أقل تقدير قد نشرت 15,000 معلومة أو 18,000 معلومة، وعلمت 18,000 إنسان، وفضل الله أكبر. يعني هذا ما خطر
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته, وأن يجعلنا من معلم الناس الخير, وأن يجعلنا ممن عمل بنعمه وهباته في كل ما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.